قاعدة العند الجوية أكبر القواعد العسكرية في اليمن وأشدها تحصيناً، كانت مركزاً للقوات الأمريكية المكلفة بمحاربة تنظيم القاعدة في اليمن. سيطر عليها الحوثيون في شهر آذار مارس الماضي بعد أيام من سحب واشنطن لقواتها من القاعدة جراء انفجار الوضع السياسي. العمليات العسكرية الأخيرة في اليمن تشير إلى أن سيطرة الحوثيين على القاعدة قد انتهت أو أشرفت على الانتهاء، حيث شنت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي صباح الاثنين هجوماً واسعاً لاستعادة السيطرة عليها، لتعلن مصادر عسكرية أن هذه القوات سيطرت بالفعل على القاعدة. إلا أن الأخبار حول نتيجة معركة العند جاءت متضاربة، حالها حال بقية المعارك التي يشهدها اليمن، حيث نفى الحوثيون سيطرة القوات الموالية لهادي على القاعدة، وقالوا إنهم تمكنوا من صد هجوم عنيف لمن وصفوهم بمقاتلين من القاعدة ومرتزقة الرياض. الهجوم الذي شنته القوات الموالية لهادي سبقه وفق مصادر عسكرية نشر مئات المقاتلين في محيط القاعدة، تدعمهم دبابات وعربات مصفحة وغطاء جوي كثيف وفرته مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية. كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر عسكري قوله إن قوات خليجية معظمها من الإمارات انتشرت حول مدينة عدن لتأمينها بعد سيطرة قوات موالية لهادي على المدينة منتصف الشهر الماضي. العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات اليمنية الموالية لهادي والقوات المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية تحظى بدعم دولي واسع، حيث أعادت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها جون كيري تأكيدها على دعم شركائها الخليجيين في اليمن. الولايات المتحدة تقف بجانب شركائها الخليجيين في إدانة العمليات العسكرية التي يقوم بها الحوثيون وتؤثر سلبا على أمن وسلامة اليمن وإمكانية تقديم مساعدات إنسانية لسكانه. زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي كان قد أكد في خطاب له أمس أن الحلول السياسية متاحة وممكنة لوقف النزاع في اليمن، مشيراً إلى أنه يرحب بكل جهد ومسعى في هذا السياق من أي طرف من الأطراف العربية المحايدة أو الأطراف الدولية.